يوم دراسي عادي في حياة طالب مدرسي لا يتجاوز عمره 10 أعوام أو 14 عاما، يأمل في مستقبل أفضل لبلد هو في صدارة الدول الأكثر فقرا بالعالم. لكن المستقبل سرعان ما يتحول إلى كابوس ضاغط، ما إن يطغى صوت الرصاص على أصوات المعلمين وتقتحم مدارسهم المتهالكة، أياد لا تعرف سوى القتل والوحشية وخطف الطلاب إلى داخل الغابات المحيلة النائية للتفاوض على أرواحهم مقابل فدية. مهلا، أنت لست أمام قصة رعب خيالية. أهلا بك في نيجيريا. إن كنت أحد سكان نيجيريا فلا بد من أن تفكر مرات ومرات قبل أن ترسل أبنائك إلى المدرسة، بعدما باتت الهدف الأول لجماعات مسلحة تقتات على خطف الأطفال وسرقة الماشية ونهب الكنائس، ولا يعرف عنهم سوى أنهم حملة أسلحة يعيشون وسط الغابات ويطلق عليهم قطاع الطرق. هؤلاء عادوا مجدداً ليثيروا فزع أهالي نيجيريا، ووجهتهم هذه المرة كانت ولاية كادونا الواقعة شمالي البلاد. فخلال أسبوعين فقط بشهر مارس الجاري خطفوا أكثر من 300 طالب من قلب مدارسهم وأمام أعين معلميهم في 3 وقائع منفصلة هدفها الفدية، وذلك في أحدث عملية خطف جماعي لأكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. تاريخ أسود، هل يذكركم أسلوب هذه الجماعات بشيء ما؟ نعم، إنه الأسلوب الذي اتبعته جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا على مدار سنوات خلت من خطف أطفال المدارس، لا لطلب فدية فقط وإنما لتجنيدهم أو استعبادهم جنسياً. ظاهر هذه الجرائم هو الجشع بالتأكيد، غير أن الخبراء يرجحون أن هذه الجماعات تربطهم علاقة ما ببوكو حرام، فأين الدولة من كل هذا؟ هذا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، اعتلى سدة الحكم العام الماضي وسط تعهدات كبيرة بفرضه الأمن والقضاء على جرائم خطف طلاب المدارس. الرئيس نفسه منذ أيام أصدر تعليماته بملاحقة هذه الجماعات عقب سلسلة الحوادث الأخيرة، ولا جديد حتى الآن، سوى أن الحكومة النيجيرية ترفض دفع الفدية المطلوبة، وهو أسلوب قديم اتبعته في مناسبات ماضية ولم يؤتي ثمارة، بل راح ضحيته عشرات الأطفال.